بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنال الخيرات وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الكائنات سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد، ونحن على أعتاب شهر كريم، شهر القرآن الكريم، وتستمر الرحلة حول موضوعات علوم القرآن من خلال هذا الكتاب النافع الماتع. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه، وأن يتم لنا على خير إكمال قراءته والاستفادة من معلوماته، وأن يجعلنا من الذين تزدان حياتهم بالعلم وتبيض به أيامهم ولياليهم. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. واليوم موعدنا مع موضوع من الموضوعات المهمة، وهو الأحرف السبعة. الأحرف الإيه؟ السبعة. والأصل في هذا الباب أو في هذا الموضوع أحاديث كثيرة، سيعرض الشيخ لعدد منها، ومجمل الأحاديث التي ذكرها الشيخ تفيد أن القرآن الكريم لم ينزل على حرف واحد، وإنما نزل على سبعة أحرف، وسنعرض الأحاديث المفيدة لذلك. ما المراد بهذه الأحرف؟ وهل هناك علاقة بين القراءات السبع وبين الأحرف السبعة؟ لأن هناك خلط في المفاهيم في هذا الموضوع. ويعني إيه معنى حرف؟ لأن أحرف مفردها إيه؟ حرف. ما معنى أو ما المراد بالحرف لغة واصطلاحا؟ ويعني ما هي الأحاديث التي تفيد هذا المفهوم؟ وما الدلالات التي تفيدها هذه الأحاديث؟ ونعرض أيضا كما قلت لكم للعلاقة بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع. فنفتح إن شاء الله باب هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يعني يفتح علينا، وأن يلهمنا الفهم والصواب في هذا الموضوع. وبداية ينبغي أن نعلم أن إنزال القرآن الكريم على الأحرف السبعة هو من باب التيسير على الأمة، من باب التيسير على الإيه؟ على الأمة، ومن باب رفع المشقة، ودي قضية مهمة جدا في الإسلام وفي تعاليم القرآن الكريم، إنه الله تعالى يريد أن ييسر على العباد وينزل عليهم من الأحكام ما يتناسب مع أحوالهم.
وعندما تقرأ الأحاديث مثلا ستجد هذا المفهوم، وأنا أتعجل الآن قراءة حديث فيه هذا المعنى. منها مثلا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه عن سيدنا أبي بن كعب. هذا الحديث بدايته في صفحة 137، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث بيبين لنا، طبعا سيدنا أبي بن كعب هذا له قدم راسخ في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقل السنة عنه. فسيدنا أبي داخل المسجد، والمسجد هنا الألف واللام في المسجد هنا للعهد الذهني، والمراد به المسجد النبوي الشريف، المراد به المسجد الإيه؟ النبوي الشريف. ده كنت في المسجد يعني في المسجد النبوي، ماشي. فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، بمعنى أن الرجل قرأ بعض الكلمات بطريقة نطق مختلفة عما تعلمه أبي. وأنا أحكي لكم حكاية، عندما سافرت إلى ليبيا، وليبيا يقرؤون جهات كثيرة فيها أو أماكن كثيرة فيها مدن يعني كثيرة، يقرأ أهلها برواية قالون عن إيه؟ عن نافع. وكان معنا أحد الزملاء من المعارين يعني من مصر إلى مدينة سرت في ليبيا، وصلى بنا أول ما ذهبنا يعني، وصلى بنا إمام ليبي فقرأ برواية قالون، فكان الزميل المصري يرد عليه، يرد إيه عليه، من باب أنه يصوب له القراءة ظنا أنه يقرأ إيه يخطئ في القراءة، ولكن بحكم يعني البيئة التي نشأت فيها وبحكم أنني تخصصي تفسير وعلوم القرآن على دراية أن هناك قراءات للقرآن الكريم، وأنا أعلم أن معظم الليبيين يقرؤون برواية إيه قالون عن نافع، ولكن هذا الزميل الكريم لم يكن على يعني عنده إيه هذه المعلومة، فكان يصوب للقارئ. فلما انتهينا قلت له: لماذا يعني ترد على الإمام يقول؟ فقال: يخطئ في القراءة. قلت له: والله لا يخطئ، إنما يقرأ برواية قالون عن نافع، برواية قالون عن إيه؟ عن نافع. والقصة بقية ولكن يعني ليس مجالها الآن. المهم إنه كما ظن هذا الزميل أن الإمام أخطأ، سيدنا أبي ظن أن هذا الرجل الذي صلى وقرأ على طريقة أنكرها سيدنا أبي، ثم دخل آخر فقرأ قراءة غير قراءة الرجل سيدنا أبي وغير قراءة الرجل الذي دخل. يعني عندنا إيه 3 دلوقتي، سيدنا أبي وما يعلمه،
الرجل الأول الذي دخل وقرأ وظن أبي أنه أو أنكر عليه القراءة، ودخل رجل آخر وقرأ قراءة غير قراءة الرجل الأول وأنكر عليه أيضا سيدنا إيه؟ سيدنا أبي. فأصبح في ثلاثة، أبي والرجل الأول والرجل الإيه؟ الثاني. دخلوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت الكلام لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها علي، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، يعني الرجل الأول والرجل الثاني كل واحد قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه أبي قبل ذلك وهم يصليان. فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما، يعني لما قرأ الرجل الأول وانتهى من قراءته قال له رسول الله: أحسن. وعندما قرأ الرجل الثاني قال له رسول الله: أحسنت، صلى الله عليه وسلم. فسقط في نفسي من التكذيب، يعني أبي احتار ودخله الشك، ودخله الإيه؟ الشك. واسمع إلى العبارة التي قالها وهو يعبر عن حالته عندما سمع رسول الله يحسن قراءة الرجلين: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية كأنني، يعني أصابه الشك كأنه ما زال في الجاهلية، يعني لم يدخل في الإسلام إيه بعد. ودي طبعا حالة ليست جيدة، يعني يكون إنه يشك في مصداقية القرآن وفي مصداقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن خطير وأمر يعني. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طبيب النفوس لما رأى هذا الحال الذي اعترى سيدنا أبي ضرب في صدره، يعني سيدنا النبي بيده الشريفة ضرب ضربا خفيفا، يعني ضرب فيه محبة على صدر أبي، ففضت عرقا. لما سيدنا النبي عمل مع أبي كده سيدنا أبي عرق. إزاي ينتاب هذا الشعور من الشك؟ وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا، يعني خوفا وخشية. فقال لي، من الذي قال لأبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الشريفة على صدره، سيدنا أبي عرق، ويقول: وكأني أنظر إلى الله فرقا، يعني خوفا وخشية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، انظر إلى العبارات التالية لأنها بيت القصيد. يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي. يعني انظروا إلى رسول الله أن هون على إيه؟ على أمتي. يبقى إذن تعدد الأحرف من باب التيسير والتسهيل على الأمة. أن هون
على أمتي فرد إلي الثانية، يعني اقرأ على إيه؟ على حرفين وليس على حرف إيه؟ واحد. فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على 7 أحرف. فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا كله أنوار تشع أو تشع من كل كلمة وكل حرف فيه. ماذا يا شيخ طب مصطفى؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم؟ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على عدة أحرف على لهجات القبائل، لماذا لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل لهجة على القبيلة التي يعني تختص بها تلك اللهجة؟ ما الحكمة من ذلك؟ أولا أنت قصرت معنى الأحرف على اللهجات، وهذا سابق لأوانه، لأننا سنتعرض بعد قليل إلى مفهوم الأحرف الـ7. ما المقصود بالأحرف؟ هل هي القراءات؟ هل هي شيء آخر؟ سنعرض لذلك. ولكن بعد استعراض الأحاديث الواردة في أن القرآن نزل على 7 أحرف، إذن ماذا تفهم أنت من هذا الحديث الشريف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في أن ييسر الله على الأمة وينزل القرآن على أكثر من حرف من باب التيسير على الإيه؟ على الأمة. تعالوا بنا الآن نتعرف على معنى الحرف لغة واصطلاحا. وكلمة الحرف في اللغة لها يعني أكثر من معنى. عندنا الحرف اللي هو من حروف الهجاء، عارفين حروف الهجاء ألف وباء إلى آخره. فالحرف هذا يطلق في اللغة على واحد من حروف الهجاء، يعني الحرف أحد حروف الهجاء. والحرف أيضا الأداة التي تربط بين الكلمات، يعني عندما تقول سلمت على محمد، سلمت ديت فعل ومحمد دي اسم وعلى حرف، مش كده؟ أكلت بالملعقة، بالملعقة فيها الباء، الباء ده حرف. فالحرف يطلق على هذه الأداة التي تربط بين الفعل والفعل، بين الاسم والاسم، بين الكلمة والكلمة. وده علم كبير يا جماعة من علوم اللغة، وحتى يعني في كتب كتيرة جدا في معاني الحروف. يعني الباء دهيت لها أكثر من معنى، الفاء لها أكثر من معنى، على لها أكثر من معنى، ثم لها أكثر من معنى إلى آخره. وهذا علم يسمى بعلم معاني الحروف، معاني الإيه؟ الحروف. ومن أشهر الكتب في هذا كتاب معاني الحروف للمرادي، ده معنى من معاني الحرف.
أيضا الحرف، وهذا ما اكتفى به الشيخ هنا، هو طرف الشيء وجانبه. أهو الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف والجانب، أو الطرف والجانب. وحرف السفينة والجبل جانبهما. ومنه قوله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما معنى هذه الآية؟ لأنه يعنينا الآن مسألة أو معنى كلمة حرف هنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يعبد الله بدون يقين. لا، الإيمان ليس بثابت في قلبه، وإنما هو متأرجح، فهو على الحرف. إن أصابه خير يظل على الإسلام، وإن أصابه غير ذلك يعود إلى الكفر والعياذ بالله. فهو يعبد الله كلما أتاه خير، فإذا ما أتاه شر انقلب على وجهه والعياذ بالله. وهناك كثير من الناس على هذا المنوال، عندما يأتيه الخير تجده مبسوط وسعيد وراضي وكذا، وعندما يبتلى تجده ساخط وناقم. ومع إنه الإيمان يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ تدركون معنى هذه الآية؟ لا بد من الابتلاء، ولا بد من الاختبار، ولا بد من التصفية. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وهكذا. هذا من ناحية اللغة، فالحرف هو الطرف والجانب. أما في الاصطلاح، يعني الأحرف السبعة، يعني في الاصطلاح، فهنجد إنه الشيخ هنا قال: سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن. ولكن الحقيقة عندما نقرأ أقوال العلماء في تعريف الأحرف السبعة والمراد منها، نجد إنه لهم أكثر من 35 تعريف، وربما يتعرض الشيخ لذكر بعضها فيما بعد، لأنه اختلفوا اختلافا شديدا في ما المراد بهذه الأحرف. هل هي لغات؟ هل هي لهجات؟ هل هي متعلقة بالنطق الكلمة؟ هل هي متعلقة بالأحكام؟ هل هي متعلقة بأشياء أخرى؟ من هنا يعني زي ما سمعتم الآن أكثر من 35 تعريف في مراد بالإيه؟ بالأحرف الإيه؟ السبعة. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى نور الدين قال: الأحرف السبعة سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم. وهو يعني يريد أن يعني
يذكر رأيا راجحا في هذه القضية، وإن شاء الله سنتعرف على حقيقة الأمر. لكن قبل ذلك لابد أن نستعرض الأحاديث التي ورد فيها الكلام عن الأحرف الإيه السبعة ده. وطبعا الأحرف السبعة هذا الموضوع لا يقال فيه بالرأس، يعني القضية لا تعود إلى الاجتهاد. الاجتهاد يكون في الترجيح، يكون في قبول الكلام أو عدم قبوله، ولكن فيما يتعلق بأن القرآن نزل على سبعة أحرف لابد أن يكون هذا مستقى من نص، مستفاد من إيه؟ من نص. وهذا ما قاله الشيخ، إن موضوع الأحرف السبعة هذا لا سبيل ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، إنما الأساس في النقل الثابت الصحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه، عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته. سيدنا عمر في المسجد زي أبي كده، ولكن أبي ما قال لناش الاتنين كانوا مين اللي دخل وصلوا، ولكن سيدنا عمر قال إن أنا في المسجد ودخل هشام بن حكيم، فاستمعت لقراءته وهو كان يقرأ في سورة الفرقان. يعني سيدنا عمر حدد الشخص وحدد السورة اللي كان بيقرأ فيها، الشخص هشام والسورة سورة الايه الفرقان. يقول: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره. أساوره يعني أمسكه من تلابيبه، من ملابسه، مجمع الملابس، هذه المكان اللي بيبقى فيه الأسورة بتاع المرأة ده، يعني إيه، في مجمع عنقه وصدره. فإذا هو فكدت أساوره في الصلاة، يعني سيدنا عمر، وكان سيدنا عمر شديد، فكاد يعني هم أن يمسك بالرجل وهو في الصلاة. وهذا يبين لنا أن سيدنا عمر كان منفعلا، كيف لهذا الرجل أن يغير في كتاب الله ويقرأ بطريقة لم أتعلمها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب غضبا شديدا وكاد أن يمسك به وهو في الصلاة، يقول: فتصبرت حتى سلم. وكلمة فتصبرت، يعني سيدنا عمر تصبر ولم يقل صبر، ولكن تصبر. ما الفرق بين صبر وتصبر؟ ايه الفرق بين اصبروا وصابروا؟ التصبر هو تحمل الصبر بقوة شديدة مع وجود الداعي لعدم الصبر، يعني صبر على مضض ورغم الانفعال الشديد والضيق الشديد الذي كان فيه، إلا إنه أمسك نفسه من ردة الفعل بصعوبة،
ماشي يا شباب. فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، لما انتهى من الصلاة ذهب إليه وأمسك بمجمع ملابسه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت. أقرأنيها على غير ما قرأ. لا، أنت كذاب، أنا سيدنا النبي علمها لي على غير الطريقة التي قرأت بها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله. تخيل كده هذا المنظر وكأنك تراه. سيدنا عمر أمسك بتلابيب الرجل وأخذ به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها يا رسول الله. فقال: أرسل. يعني كلمة أرسله ماذا تفيد هذه الكلمة؟ تفيد أن سيدنا عمر يكلم رسول الله ويده ممسكة بجلباب الرجل. يعني سيدنا عمر ما خدش الرجل وعند رسول الله، تركه قبل أن يكلم رسول الله، ولكن عمر كلم رسول الله ويده مطبقة على ملابس الرجل. من ضيقه وانفعاله، لأن الرجل قرأ على غير الطريقة التي تعلمها عمر، فقال له رسول الله: أرسل. يعني اتركه يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها في الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. نزلت كده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني. يعني سيدنا عمر قرأ بالطريقة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. يعني سيدنا عمر، سيدنا النبي صوب قراءة هشام وقراءة إيه؟ سيدنا عمر. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا حديث، وقرأت عليكم منذ قليل حديث أبي. ماشي. هناك رواية أخرى أخرجها مسلم عن سيدنا أبي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بن بني غفار، قال: فأتاه جبريل. وهذا الحديث فيه فائدة جديدة، استمعوا إليها، يعني فيه معنى جديد غير الحديثين السابقين. يعني سيدنا النبي عند جماعة من بني غفار، قال: فأتاه جبريل. يعني سيدنا أبي يقول إن سيدنا النبي كان عند جماعة دول، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أو أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك.
ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ماشي يا شباب؟ يبقى إذا حدثت مراجعة أكثر من مرة، مرة واثنين وثلاثة، وفي الرابعة سيدنا جبريل قال له 7 أحرف. ماشي؟ وكل مرة في المرات السابقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب التيسير، يطلب الايه؟ التيسير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة اختلافه مع بعض الصحابة في القراءة، وأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي بن أبي طالب، فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. هذه يعني بعض الأحاديث الواردة في موضوع 7 أحرف. هناك الشيخ استعرض بعد ذلك ما يستفاد من هذه الأحاديث، وقال دلت هذه الأحاديث على جملة قواعد مهمة أو مهمة نوضحها فيما يلي. القاعدة الأولى ثبوت التوسعة في إنزال القرآن على 7 أحرف ثبوتا قطعي قاطعا، يعني الأمر ليس أمر ظني ولكن أمر إيه؟ لأنه عندنا جملة متواترة من الأحاديث التي تفيد نزول القرآن على 7 أحرف. عندنا أحاديث عن أبي، وحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب، وحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وحديث عن سيدنا علي بن أبي طالب، وحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس. وأنتوا عارفين التواتر؟ عارفين يا جماعة التواتر؟ الحديث المتواتر إن يبقى فيه جملة كده من الرواة رووا هذا الأحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رووا هذه الأحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. ماشي؟ فثبوت التوسعة في إنزال القرآن على 7 أحرف ثابت ثبوتا قاطعا. ماشي يا شباب؟ يعني ما فيش واحد يقدر يجي ينكر إن القرآن نزل على 7 أحرف. ماشي؟ لأن الأحاديث صحيحة الأسانيد، وزي ما يعني زي ما قلنا دلوقتي إن في جملة من الروايات بلغت مبلغ التواتر، ولذلك الشيخ بيقول لك إنه المتواتر بيفيد العلم اليقيني، العلم الإيه؟ مش العلم الظني، يفيد العلم الايه؟ اليقيني، لانه ثابت ثبوتا يقينيا. عندنا عدد كبير جدا من الصحابه، ويليهم في الروايه عنهم عدد كبير جدا من التابعين الى البخاري ومسلم وغيرهما. ماشي؟ دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه أن القراءة بأي حرف من هذه الأحرف
يلزم فيها اتباع التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالاجتهاد. يعني مش واحد كده عجباه كلمة يقرأها بطريقة معينة يروح جاي قارئها، لا، لابد انه يقرأ بحرف ثبت تلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا عارفين شروط قبول القراءة. الشاعر يعني او الناظم جمعها: كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا، اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما اختل ركن أثبتا شذوذه، وإلى آخره. ماشي. وكلمة في أي حديث من اللي احنا قلناه ده اللي احنا ذكرناها الآن، إنه يعني سيدنا النبي يقول لك كذلك أنزلت. أنزلت دي يعني جاية منين؟ أنزلت مين اللي نزلها؟ يعني من عند الله. يعني حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبتدعها من نفسه، وإنما نزلت من عند الله بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. في كل الروايات كده هو كذلك أنزلت. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابن عباس: أقرأني جبريل على حرف. يبقى سيدنا النبي تلقى هذه القراءة عن من؟ عن جبريل. وفي رواية عبد الله بن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عبد الله بن مسعود عن سيدنا علي: إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. ماشي. فإذا الأول ما يدل عليه ذلك هذا التعبير أنزل الذي توترت به الأحاديث، فإنه يدل على أنه نزل به الوحي. ماشي يا جماعة. ويدل على ذلك أيضا دلائل كثيرة في نصوص الأحاديث، مما يدل على أن المعيار في قبول الحرف أو رد الحرف ليس هو عدم إلفته من السامع ولا كونه لهجة غير مألوفة له، إنما الأساس في الموضوع كله هو السماع والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي قضية محسومة. ليه هو بيأكد على الموضوع ده؟ لأنه لما نيجي يا جماعة نتكلم بعد كده على القراءات القرآنية والقراء، وإن مثلا دي رواية قالون عن نافع ودي رواية حفص عن عاصم، هذا ليس من ابتداع الرواة أو القراء. هذا ليس يعني ما كان مثلا لورش وما كان لعاصم وما كان لقالون وما كان لأي واحد من الرواة أو القراء إنه يأتي برواية أو بقراءة من عند نفسه، إنما الأمر كله مبني على إيه؟ على التلقي. واخدين بالكم من القضية ديت؟ لأنه ممكن هنجد يعني كلام كثير فيما بعد في إن طب القراءات ديت مصدرها إيه يا جماعة؟ طب الروايات دي مصدرها إيه يا جماعة؟ لأ، مدام القراءة استوعبت الشروط وثبت لها الشروط الثلاثة دول، يبقى هي متلقاة من رسول الله. واخدين بالكم؟ ولذلك الشيخ أكد على القضية دي. ولذلك يقول: ومما يدل على بطلان تفويض القراءة للقارئ بما يختاره من تلقاء نفسه أن ذلك يؤدي إلى ذهاب إعجاز القرآن وتعريضه لأن يبدل،
وذلك خلاف قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون، يعني ليس بمزاج إن راوي إن يقول ملك مالك يوم الدين وواحد تاني يقول مالك يوم الدين، مش بالمزاج ده، هي بالإيه؟ بالرواية والسماع والتلقي عن المشايخ، والمشايخ عن من قبلهم، عن التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ لأنه حتى سيدنا النبي ربنا في بيقول إيه؟ حكاية يعني، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا النبي. القرآن حكى كده عن سيدنا النبي، الذين لا يرجون لقاءنا يعني الكفار جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، هات لنا قرآن على مزاجنا يتناسب مع أهوائنا. ماشي، زي الجماعة مثلا اللي يجي ما يعجبهمش آيات يقولوا الآيات دي لها زمن مخصوص. لا، القرآن لكل زمان ولكل إيه مكان. أهو وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ماشي يا جماعة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل لما يسمع هكذا أنزل، مش بمزاجه ولا بمزاج أي قارئ ولا أي راوي ولا أي تابعي ولا أي صحابي. القاعدة الثالثة، ودي قاعدة مهمة جدا هتقربنا من فهم المراد بالأحرف السبعة. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا الفهم وحلنا بالحلم ونور حياتنا بالعلم وافتح علينا بفتوح القرآن يا رب العالمين. القاعدة الثالثة، ثبتت عبارات الأحاديث أو تثبت عبارات الأحاديث المفصلة الواردة في الأحرف السبعة أصلا هاما، يعني تثبت أصلا هاما يجب ألا يغيب عن بال الباحث في تفسير الأحرف السبعة، وهو أنها وجوه في أداء الألفاظ فقط، أي كيفيات في القراءة. ووجه الدلالة على ذلك أن الخلاف بين الصحابة في القراءة إنما وقع حول قراءة الألفاظ، النطق باللفظ، ولم يكن اختلافا في تفسير المعنى. انظر إلى قول عمر بن الخطاب فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبارات كثيرة، حتى أبي قال نفس المعنى. يعني الخلاف بين الصحابة كان اختلاف في طريقة النطق بالكلمة وليس في فهم معنى الكلمة، في فهم معنى الإيه الكلمة. نيجي بقى لقضية مهمة جدا ممكن يحدث فيها خلط بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع، والسبب في ذلك إن مسبع السبعة، تعلمون من هو مسبع السبعة؟ اللي هو مصطلح القراءات السبع ديت، مين أول واحد يعني
ألف فيه كتابا في كتاب هنا مطبوع هنا عندنا في مصر اسمه السبعة. هذا الكتاب لابن مجاهد. لابن مين؟ ده اسمه مسبع السبعة، بمعنى انه اختار سبع قراءات وجعلها في هذا الكتاب. فاختلط عند الناس مفهوم القراءات مع الأحرف، مع إنه دي لها مفهوم مغاير لده. يعني الأحرف السبعة غير القراءات الإيه؟ يعني مفهومها غير ده، مفهوم القراءات السبعة غير الأحرف السبعة. ولذلك عاب عليه بعض العلماء منهم أحمد بن عمار المهدوي المتوفى 440 هجرية، إنه قال يا ليته كان خلاهم ستة أو ثمانية، ست قراءات أو ثمانية إيه قراءات. لكن كونه إنه اكتفى في هذا الكتاب بسبع قراءات فأحدث هذا خلطا عند البعض بين مفهوم القراءات ومفهوم الإيه؟ واخدين بالكم من النقطة ديت؟ ولا أكرر فيها تاني؟ ولا تعالوا نقرأ كلام الشيخ. ماشي؟ دلتنا النصوص التي درسناها ومحصنا دلالتها على أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات نزل بها القرآن، ونود أن ننبه بأن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة. يا ريت تاخد خط تحت العبارة دي. التي يظن كثير من عامة الناس أنها الأحرف السبعة، وهو خطأ عظيم ناشئ عن الخلط وعدم التمييز بين الأحرف والقراءات. واخدين بالكم؟ وهذه القراءات السبع إنما عرفت واشتهرت في القرن الرابع على يد الإمام المقرئ ابن مجاهد الذي اجتهد في تأليف كتاب في القراءات، فاتفق له أن جاءت هذه السبعة موافقة لعدد الأحرف. في قبل منه وفي بعد منه ألف في القراءات الثمانية، وفي في القراءات الستة، وفي غير القراءات الثلاث إلى غير ذلك، قراءات الستة والقراءات الثمانية. لكن ابن مجاهد يعني ألف في القراءات السبع. ماشي؟ فحدث خلط عند الناس بين القراءات والإيه؟ ها؟ ولو كانت الأحرف السبعة هي القراءات السبع لكان معنى ذلك أن يكون فهم أحاديث الأحرف السبعة بل العمل بها أيضا متوقفا حتى يأتي ابن مجاهد ويخرجها للناس. ودي حتة عقلانية. يعني هو لو المراد بالأحرف السبعة القراءات يبقى كانوا هيستنوا لحد ابن مجاهد ما يألف كتابه. ابن مجاهد ده سنة 300 وحاجة، ماشي يا جماعة؟ يعني هيقعدوا 300 سنة مش عارفين القراءات القرآنية لحد ابن مجاهد ما يجي يألف كتاب في القراءات. لا، ماشي. ده هو، ولذلك عاب عليه بعض علماء القراءات وقالوا يا ريت كان خلاهم تسعة، خلاهم خمسة، خلاهم ثمانية، لكن كان بعد عن الايه؟ عن السبع، حتى لا يحدث هذا الخلط في المفاهيم. فهمتوا يا شباب؟ وقد كثر تنبيه العلماء في مختلف العصور على التفريق بين القراءات السبع
والأحرف السبعة، وخدوا تحت العبارة ده السطر ده خط كده، والتحذير من الخلط بينهما. احنا هنعرف بعد كده ايه معنى القراءات، ماشي، لكن خلونا دلوقتي في معنى الأحرف السبعة. أريد أن يقرأ أحدكم بصوت عال، هل من قارئ يساعدني؟ بس بصوت مرتفع، تفضل. ما هي حقيقة الأحرف السبعة؟ إذا بحثنا بعد هذا عن حقيقة الأحرف السبعة بدقة نجد أمامنا مذاهب تجتهد في تفسير المراد بهذه الأحرف، وتحاول تبيين الاختلاف في كيفية أداء ألفاظ القرآن على الأوجه السبعة التي نزل بها القرآن، ولعل هذا الخلاف أن يكون مستغربا مع اتفاق أصحاب هذا المنهج على أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه في قراءة القرآن. وقد هدانا البحث إلى معرفة سبب هذا الاختلاف، وهو اختلاف الطريقة التي توصل إلى تحديد هذه الأحرف. نعم، أكمل. ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة باستقراء أوجه الخلاف الواردة في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها، ثم تصنيف هذه الأوجه سبعة أصناف، بينما عمد آخرون إلى الالتماس الأحرف السبعة في لغات العرب، فتكون بذلك مذهبان رئيسيان، نذكر نموذجا عن كل منهما فيما يلي. الله يكرمك يا سيدي. خلاصة الكلام ده إنه الشيخ بعد البحث والتفكير ودراسة الأقوال الواردة في معاني الأحرف السبعة، وأنا قلت في بداية الكلام إن عندنا 35 رأي، أكثر من 35 رأي في المراد بالأحرف السبعة، لكن الشيخ بعد دراسة هذه الأقوال والآراء توصل إلى ما يلي، إنه جابوا القراءات القرآنية سواء كانت متواترة أو غير متواترة، صحيحة أو سقيمة، وشافوا الاختلافات منها إيه، ماشي. ده مدرسة، وهنعرف نموذج من المدرسة دي دلوقتي. الرأي الثاني أو الاتجاه الثاني إنه قال لك إن الأحرف السبعة سبع لغات، في اللغات يعني لهجات من لغات العرب. وقبل ما نتكلم في النقطة دي، عملية اللهجات دي أو اللغات، وعلشان نفهم إيه معنى التيسير اللي احنا اتكلمنا عليه، وقلنا إن الغاية أساسا من تعدد الأحرف وكذلك تعدد القراءات كما سنعلم التيسير على الناس، يعني عندما نأتي عندنا هنا في مصر نجد عندنا الوجه البحري ونجد عندنا الصعيد. الصعيد لهم لهجة تختلف عن لهجة أهل القاهرة، وأهل القاهرة لهم لهجة تختلف عن لهجة الإسكندرانية الذين يعيشون في الإسكندرية، وهكذا. وأكيد عندكم في بلادكم المناطق بتختلف، ايه كل منطقة لها لهجة، ولا لهجتكم في بلادكم واحدة مختلفة؟ نعم. لو اتيت الى رجل عاش في الصعيد 50 سنة، واتيت به الى القاهرة وقلت له لا بد أن تتكلم بلهجة القاهريين، هل سيكون الأمر سهلا ولا سيجد
في ذلك صعوبة، ها؟ سيجد في ذلك صعوبة شقة، وقد يخطئ في كل مرة، لأنه عاش دهرا 50 سنة. الصحابة كانوا كده، منهم اللي عايش في قبيلة معينة. وأنا عندما ذهبت إلى مناطق في دولة ليبيا الشقيقة، في مدينة كان فيها عدد من القبائل جاءوا من أماكن مختلفة وأقاموا واستوطنوا هذه المدينة، ولكن كل قبيلة لها إيه مفرداتها ولها طريقة النطق بالكلمات التي يتكلمون بها. وعشت بينهم، فوجدت أن من الملاحظة أو من الملاحظ يعني بصورة واضحة إن كل أبناء قبيلة لكم، رغم أنهم يعيشون في مدينة إيه واحدة، كل أفراد قبيلة لهم لهجة خاصة بهم، لهجة خاصة إيه خاصة بهم، رغم أنهم عايشين في مدينة واحدة لمدة سنوات، ولكن هذه السنوات لم تكن بالكثرة التي تزيب الفوارق بين اللهجات. ماشي. فلما نزل القرآن الكريم نزل ليستوعب الناس، ودي من فضل الله ومن رحمته إن الإسلام ده يجمع. تعالى أنت بتقرأ مثلا مثلا موسى ولا موسى، ماشي، في بعض القبائل موسى وفي بعضها موسى، فتنزل الكلمة مرة ماشية مع لهجة القبيلة ديت، ومرة ماشية مع لهجة القبيلة ايه، علشان القبيلة دول يقرأوها بنفس لغتهم ولهجتهم، والقبيلة ديت تقرأها بنفس الايه، وهكذا. يبقى ده من رحمة الله وفضله وتيسيره، وام لا؟ واخدين بالكم؟ لحد بعد كده بقى ما القبائل بقت مجتمعات منفتحة على بعضها، وبقى ايه عرفوا اللهجات، وبعد كده نعرف الرحلة بقى، رحلة القراءات القرآنية دي. فديت قضية مهمة جدا. ماشي يا جماعة. المذهب الأول، يبقى عندنا مذهب جمع القراءات وشاف أصول اللي بتجمع الاختلافات بين القراءات ديت مبنية على إيه؟ دي حاجة. الحاجة التانية إن في واحد اشتغل على عملية اللهجات، المذهب الثاني. المذهب الأول استقراء أوجه الخلاف في لهجات في لغات العرب وفي القراءات، وصنفوا كده الخلافات ديت، ومنهم مثلا أبو الفضل عبد الرحمن الرازي، وياريت نركز بقى في اللي جاي ده. قال: فمن التأويلات التي يحتملها الخبر، اللي هو خبر أنزل القرآن على 7 أحرف ولم يتقدم على نظامه تأويل، هو أن كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف. أحدها اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير والمبالغة وغيرها. ومن أمثلته: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا. نجد إنه في قراءة لأماناتهم، والذين هم لإيه؟ لأماناتهم. ده داخل تحت إيه؟ الجمع والإفراد. لأماناتهم جمع، وأماناتهم إيه؟ ها؟ إفراد، يعني أمانة جنسهم. يبقى اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير والمبالغة. الثاني اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه نحو الماضي والمستقبل والأمر،
وأن يسند إلى المذكر والتأنيث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به. ومثال قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، باعد دي الدعاء، ربنا بنسألك أن تباعد بين أسفارنا، دي اللي احنا بنقرأ بها رواية حفصة عن عاصم بصيغة الدعاء. في قراءة تانية عندنا ربنا باعد، كأنها ايه باع او ربنا بعد، مش باعد، لا بعد، من باعد يعني باعد بين البلدين. يبقى في القراءة المشهورة عندنا باعد دعاء، يعني بنسألك يا رب وبنرجوك ونسأل ونرفع يد الضراعة إليك أن تبعد أو أن تباعد بين أسفارنا. لكن القراءة الثانية ربنا وليست ربنا، فاهمين؟ يعني الكلمة هنا في فرق بين ربنا يعني يا ربنا منصوب على الدعاء هنا، ماشي؟ لكن القراءة الثانية ربنا هتعربها مثلا مبتدأ وتعربها فاعل، بعد بين أسفارنا. خلاص يا مشايخ، كأنها فعل ماضي يعني خبر، يعني رب الآية بتبقى ليست دعائية ولكن الآية إيه؟ ها؟ خبرية، بتخبر إن ربنا بعد بين الأسفار. خلاص؟ الثالث، خلي بالك إنه جاب سبع اختلافات، سبع اختلافات. الأولاني بين الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والمبالغة وغيرها. الثاني تصريف الفعل، أمر مستقبل ماضي، الإسناد إلى مذكر إلى مؤنث، متكلم مخاطب فاعل مفعول به. من أمثلة الثالث وجوه الإعراب، وجوه الإعراب إنه الكلمة يختلف في إعرابها وموقعها في الجملة، ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة ولا يضار عندنا بالفتح، وفي قراءة تانية ولا يضار كاتب ولا شهيد. عندنا ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، ايه الفرق بين المجيد والمجيد؟ كلمة المجيد فيها عندنا قراءة المجيد، والقراءتين متواترتين على فكرة، وفي قراءة تانية المجيد، المجيد بكسر الدال والمجيد بضم الدال، واخدين بالكم؟ وطبعا في علم عندنا يا جماعة مهم جدا هنقرأه أو هندرسه في موضوع القراءات القرآنية، اسمه علم توجيه القراءات، توجيه الإيه؟ القراءات. وهذا العلم يعتني بليه مجيده وليه مجيدي. خلاص؟ المجيدي على إنها صفة للعرش، صفة للإيه؟ يعني ذو العرش، هذا العرش من صفته أنه مجيد، لأن العرش إيه؟ مضاف إليه هنا، والمضاف إليه بيبقى إيه؟ ها؟ مجرور. فجاءت صفة المجرور مجرورة زي الصفة، خلاص؟ زي الموصوف، خلاص؟ أما المجيد فهي صفة لمن؟ لله الذي هو ذو العرش، لأن من صاحب العرش؟
هو الله تبارك وتعالى، وذو العرش هنا في موقع الرفع ماشي، فتأتي الصفة مرفوعة أيضا لأن الصفة تتبع الإيه؟ تتبع الموصوف إعرابيا نصبا رفعا ونصبا وإيه؟ وجرا. خلاص يا مشايخ. الرابع اللي هي الأوجه الأحرف السبعة، يعني احنا قلنا التلاتة وبنيجي دلوقتي وبندرس الرابع. الرابع الزيادة والنقص. وما خلق الذكر والأنثى، قرئ والذكر والأنثى، ما فيش ما خلق هنا. خلاص. عندنا التقديم والتأخير، فيقتلون ويقتلون، تأتي قراءة فيقتلون ويقتلون، القراءة المشهورة عندنا فيقتلون يعني المسلمون يقتلون الكفار والكفار يقتلون الإيه؟ المسلمين. دي القراءة المشهورة عندنا. هناك قراءة أخرى فيقتلون ويقتلون، بمعنى إن المسلمين يقتلهم الكفار والكفار يقتلهم الإيه؟ المسلمون. خلاص يا جماعة. كلمة فيقتلون ويقتلون، نعم، كلمة فيقتلون ويقتلون ألا تحمل على الثأر؟ على الإيه؟ الثأر، يعني هم يقتلون بيد المسلمين بيد الكفار. ما كل قراءة لها توجيه، والمعنى اللي انت بتقوله ده انه فيقتلون ويقتلون ان المسلمين لا يبدأون بالقتل ولكنهم يقتلون اذا قتلوا. خلاص يا مشايخ. الخامس التقديم والتأخير، ومثل مثلا وجاءت سكرة الموت بالحق، عندنا قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت، تقديم وإيه وتأخير بين الكلمات، وكل قراءة لها توجيه ماشي، اللي هو علم توجيه القراءات أو الاحتجاج للقراءات. السادس القلب والإبدال، في كلمة بأخرى أو حرف بآخر، يعني إن يجيب كلمة مكان كلمة أو حرف مكان حرف فيها نفس المعنى ولكن بزيادة أو بتغيير، مثل وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وعندنا ننشرها قراءة تانية، يبقى غي ازاي عملها راء، ننشرها وننشزها، وزي السابع بقى وديوت يعني انا قلته منذ اللي هي الإمالة، وهل اتاك حديث موسى، بالإمالة كده عندنا حديث موسى بالفتح وموسى بالإمالة ماشي، أتي وأتى ماشي، وغير ذلك بقى من تفخيم وترقيق وحاجات يعني حلوة كتيرة جدا في علم الإيه القراءات. بعد كده الشيخ بعد ما استعرض الأوجه اللي احنا قلناها ديت، الإفراد والتثنية، التذكير والتأنيث، تصريف الأفعال، وجوه الإعراب، الزيادة والنقص، التقديم والتأخير، القلب والإبدال، اختلاف اللغات، اختلاف الإيه؟ اللغات. واختلاف اللغات دي على فكرة مشهورة، يعني في بعض القبائل
ما يقولكش محمد أو محمد، يقول لك محمد بكسر الميم، وفي بعضها يزود لك ألف قبل الكلمة. بعض القبائل كده يقول لك إيه محمد، وبعض القبائل في الجزائر ما يقولكش عمر، يقول لك أعمر. ماشي، إيه محمد. سبحان الله العظيم. والقرآن نزل ليستوعب الناس دول كلهم. ماشي، الشيخ بقى بيقول لك فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم ومخالفة، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبع المتنوعة. يعني أنت يا أخي القارئ لما تيجي تجمع القراءات كلها اللي وردت عن القراء وعن الرواة وتستعرض، تجد أن الخلافات بينها لا تخرج عن الخلافات دي، تذكير وتأنيث، إفراد وتثنية، لهجات اللي هي اللغات، وجوه إعراب زيادة ونقص إلى غير ذلك. ما فيش قراءة تخرج عن عن الأصول اللي أنا قلتها لك دي، اللي هي إيه الشيخ استعرضها كده. فإن وافق هذا التأويل معنى الخبر حذوا بحذو فقد أصاب من أخذ به، وإن لم يوافقه فلا شك في دخول معنى الخبر تحت هذه الوجوه وإن لم يكن مرتبا عليها. هذا هو المذهب الأول، إن الأحرف السبعة المراد بها الحاجات السبعة اللي احنا قلناها دي. الأحرف السبعة المراد بها الأمور إيه السبعة اللي احنا قلناها دي. المذهب الثاني أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات القبائل العرب الفصيحة، وذلك لأن المعنى هو بيحتج يعني إن الرأي ده صواب، لأن المعنى الأصلي للحرف هو اللغة، يعني الحرف بمعنى اللغة. فأنزل القرآن على سبع لغات مراعيا ما بينها من الفوارق التي لم يألفها بعض العرب، فأنزل الله القرآن بما يألف ويعرف هؤلاء وهؤلاء من أصحاب اللغات، حتى نزل في القرآن من القراءات ما يسهل على جل العرب إن لم يكن كل العرب. وبذلك كان القرآن نازلا بلسان قريش والعرب كما قال الإمام البخاري في صحيح. يعني خلاصة القول ده إنه الأحرف السبعة اللهجات، ماشي، اللهجات العرب. والحاصل أن هذين المذهبين أقوى ما قيل في تفسيرها حقيقة الأحرف، ولا خلاف بينهما في النتيجة، لأن أحدهما يبين أوجه الاختلاف والثاني ما تنطبق عليه هذه الأوجه من لغات العرب، وهما يحققان ما وردت به الأحاديث من نزول القرآن على سبعة أحرف يقرأ بها. عرفت بقى إيه المراد بالأحرف؟ خلاص، المراد بالأحرف الاختلاف بين القراءات من جهة مثلا الإفراد والتثنية، الحاجات السبعة اللي احنا، ودي مرجعها إلى اختلاف لهجات العرب، ماشي، أو لغات اللهجة. أصل لما تقول كلمة لغة يعني لغة الصينية، اللغة السواحلية، اللغة، لكن عندما نتكلم في علم القراءات اللغة تطلق على اللهجة، اللغة، أو قد يطلق اللغة كلمة اللغة أو مصطلح اللغة ويراد بها اللهجة، يراد بها الإيه؟ التي ينطق بها الكلام. خلاص؟ وطبعا عارفين إنه دي حاجة طبيعة بشرية موجودة، إنه أهل البلد الواحدة قد يكون
بينهم اختلاف في ايه؟ في طريقة النطق بالكلمة. ماشي. بعد كده الشيخ بيسأل سؤال يقول: أين الأحرف الستة؟ يعني عاوز يقول إنه هل الموجود في القرآن دلوقتي هو حرف واحد والحروف التانية أين هي؟ هل القرآن المصحف دلوقتي والقراءات اللي احنا بنتعلمها دلوقتي هل استوعبت هذه الأحرف؟ ولا اللي موجود دلوقتي حرف واحد؟ لنسمع الكلام ونقرأ ما قاله الشيخ. ذلك نتيجة ما ذلك ما تبين أو ما تبين بالأدلة من حقيقة الأحرف السبعة والقول الصحيح فيها الذي يجب أن لا يخرج عنه الباحث. فأين هذه الأحرف السبعة؟ هل ما يقرأ به المسلمون من القراءات اليوم يشتمل على الأحرف السبعة ويحققها أو أنه حرف واحد؟ طب وإذا كان حرفا واحدا فأين الأحرف الستة الباقية؟ ماشي يا شباب. وده طبعا يعني السؤال بقى، يعني هل القرآن استوعب الأحرف السبعة ولا ما استوعبش؟ وإذا كان ما استوعبش، طب وفين الأحرف الباقية فين؟ يرى المحققون، وخد سطر تحت خط كده بالقلم الرصاص تحت الثلاث أسطر دول، يرى المحققون في هذا الموضوع زي الإمام الباقلاني وغيره من العلماء أن الأحرف السبعة باقية، وأن المصاحف العثمانية التي استنسخها سيدنا عثمان رضي الله عنه قد اشتملت على الأحرف السبعة جميعا. ده رأي مين؟ ها؟ المحققون. وكلمة المحققون تعني يعني إن الرأي ده الرأي الراسخ المعتمد المبني على الأدلة وعلى الاستقراء، محقق، قول محقق. وهذه عبارات الإمام المحقق أبي بكر الباقلاني تلقي الضوء ساطعا على القضية، حيث قال رحمه الله الشيخ، يعني شوفوا عاوز ايه، يرميكوا في حجر الباقلاني، يقول لك بقى ايه، اسمع كلام الباقلاني. والباقلاني عندما يذكر، تعلمون من الباقلاني؟ صاحب كتاب إعجاز القرآن والانتصار للقرآن وغير ذلك يعني من الكتب، وهو عالم كبير في علوم القرآن رحمه الله تعالى. لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل، أثبت مع تنزيل ولا منسوخ تلاوة، كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه. بمعنى إنه سيدنا عثمان اللي عمله مش جمع القرآن بين دفتين كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الجمع البكري، ولكن الجمع العثماني روعي فيه ألا يكون في المصحف ما ليس ما لم تثبت قرآنيته، سواء يعني منسوخ آيات مثلا نسخت تلاوة
والصحابة عارفين إن هي نسخت تلاوة فيثبتوها ليه؟ ماشي. وتعالى مثلا أنت كطالب في الكلية وفي آخر السنة الدكتور قال لك في الموضوع ده محذوف مش عليكم في الامتحان، هتذاكره؟ الغوه خالص. فهو سيدنا عثمان الحاجة اللي الآيات اللي ثبتت أنها منسوخة تلاوة حذفها خلاص يا مشايخ، ما أثبتهاش في المصحف، واكتفى بالقراءات الثابتة التي تلقاها الصحابة في العرض الأخيرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منسوخ تلاوته وغير ذلك. ثم يقول: لأن القوم عندنا لم يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يمت حتى علم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا في قراءات ووجوه أخرى لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقم بها حجة، وكانت تجيء مجيء الآحاد وما لا يعلم ثبوته وصحته، وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله والصلاة الوسطى. إيه بقى معنى؟ يعني مثلا بعض الصحابة يا جماعة كان يجي يكتب القرآن ويكتب كده تفسير من عنده، تفسير من إيه؟ من عنده. يعني مثلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ماشي، ورد عن بعض الصحابة إنه كتب كده وهي صلاة العصر، يبقى ده تفسير تأويل وليس من القرآن. يعني زيادة وهي صلاة العصر دي ليست من القرآن، ماشي. زي مثلا ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، في الكلام عن الحج في سورة البقرة، في واحد كتب في مواسم الحج وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني لما تروحوا تحجوا لو أتيح لكم أن أنتوا تجروا وتكسبوا تجروا، ماشي، في مواسم الايه الحج، لكن الخروج الأساسي كل الحج مش للايه، مش للتجارة. يبقى خرق دافعك للخروج من بيتك إلى مكة المكرمة هو الايه، ها، الحج ولا التجارة؟ الحج. ولكن وانت قاعد هناك في الفندق قاعد معاك في الحجرة واحد ماليزي أو واحد أندونيسي، فبنتكلم مع بعض، انتوا عندكم ايه في بلدكم بتنتجوه؟ قال عندنا مثلا سجاجيد الصلاة. طب ما تبعت لي شحنة يا ابني. خلاص، فبنعمل صفقة تجارية واحنا بنحج. لكن هل أنا طالع من بيتي رايح مكة علشان أقابل الماليزي وأعمل معاه صفقة؟ ولا طالع حج أساسا؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فواحد فسرها وكتب كده التفسير في مواسم الإيه؟ في مواسم الحج. فطبعا سيدنا عثمان لما جه يجمع المصحف شال الحاجات دي كلها. خلاص، لأنها ديت من باب التفسير، من باب التأويل وغير ذلك. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن موضوع الأحرف السبعة، وأرجو إن احنا نكون فهمناه. ولا في حد عنده سؤال أو مداخلة في هذا الموضوع، أو أي إضافة في هذا الموضوع، أو أي مسألة هو مش فاهمها؟ لكن أنا أرى بأن الحمد لله تبارك وتعالى، يعني موضوع الأحرف ده اتضحت معالمه في أذهانكم، ماشي يا مشايخ. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وأن يكرمنا بالقرآن إن شاء الله تبارك وتعالى.
كما نبه عليكم الأخ الكريم الأستاذ عمرو، من الأسبوع القادم هيبقى في شهر رمضان، ربنا يجعل دخلة رمضان علينا فتح وبركة ونور، ويرفع عنا البلاء وهذا الداء، ويجمع بين قلوب المسلمين جميعا، اللهم آمين. ويجعل راية الإسلام مرفوعة خفاقة، وأن يديم علينا الستر والعز، وأن يعيننا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه، وتقبل منا يا رب العالمين. وهنلتقي يوم الأربع، يعني كنت دايما بلتقي بيكم الثلاث، لكن يوم من الأسبوع القادم هيبقى يوم الأربع في قراءة كتاب النصيحة الكافية لسيدنا الإمام أحمد زروق. وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.